خلينا نروح لموضوع تاني، وهو انه شهر يوليو من شهور السنه اللي بترتفع فيها درجات الحراره بشكل كبير، وده بيسبب العديد من الامراض، واللي من اصعبها الاصابه بالاجهاد الحراري. وعلشان نتجنب الاصابه بيه او منه، نشرت وزاره الصحه مجموعه من النصائح للتعامل الفوري معاه. وقالت الوزاره ان الاجهاد الحراري بيحصل بسبب فقدان الجسم كميه كبيره من السوائل والاملاح بعد التعرض للحر لفترات طويله، خاصه مع المجهود اللي بيؤدي لاضطراب وظائف الجسم. ووضحت الوزارة ان الاعراض بتكون عبارة عن صداع وعدم اتزان وعرق شديد وضعف عام مع سرعة النبض والتنفس والاحساس بالعطش مع انخفاض ضغط الدم. وعشان نعرف ايه هي النصايح اللي المفروض نتبعها لتجنب الاصابة بالاجهاد الحراري، هيكون معانا على التليفون دكتور سمير عنتر، استشاري الحميات والامراض المعدية ومدير حميات امبابة الاسبق. صباح الورد على حضرتك يا دكتور. يا صباح الخير، كل سنه وانتم طيبين. وحضرتك بخير. خلينا نعرف من حضرتك في البدايه، ايه النصايح المفروض نتبعها لتجنب الاصابه بالاجهاد الحراري؟ شكرا لسيادتك، كل عام وانتم بخير جميعا ان شاء الله. شكرا. وعيد سعيد على عينا وعلى كل حبايبنا. طبعا كلمه الاجهاد الحراري والحاجات المرضيه المرتبطه بارتفاع درجه الحراره في الجو المحيط بالانسان، يعني كلام دايما بنبقى في فصل الصيف بالذات بنحاول ان احنا نوجه الناس انهم يتجنبوه، لانه بيبقى في مشكله في اختلال التوازن داخل الجسم، خصوصا مع الناس اللي هي عندها مشاكل في الاوعيه الدمويه او جلطات سابقه او مرضى الضغط والسكر او المسنين او الاطفال الصغيرين جدا. دول بيبقوا عندهم يعني قابليه ان يكون في مضاعفات من تواجدهم او تعرضهم للحر الشديد المباشر بشكل كبير. ايه اللي بيحصل؟ انه مع حراره الجسم حراره الجو المرتفعه او تواجد الانسان في مكان في حراره عاليه لفتره طويله، سواء كانت شمس او سواء كانت غرف سيئه التهويه او مصانع سيئه التهويه او اماكن او وسائل مواصلات برضه بتكون يظل فيها الانسان مده طويله، ممكن ان هنا يحصل فيها مشاكل من اكتساب الجسم للحراره المستمره، بيؤدي الى ان يكون باستمرار فيه فقد للسوائل الميه الجسم الضروريه. فهذه الميه المتواصله على هيئه عرق او خلافه بيأثر على ان هو يكون في هبوط في ضغط الدم، في تعرض للجلطات، في مشاكل متفاقمه في الكليتين اذا كان في استعداد للكلى من الاول يكون فيها تعب. كل دوت مشاكل احنا في حل عنها، وخصوصا انه الاعراض ديت بتبقى اعراض عامه، يعني كاعراض كده الانسان ما فيش واحد يروح للدكتور يقول له من فضلك يا دكتور باجهاد حراري او تاثر سلبي من حراره الجو وعايزه شته. الدكتور هيكشف عليه بالسماعه ويقول له انت عندك اجهاد حراري من الدرجه الاولى او الثانيه او ايا كان. فلان هتبقى زي الحصان. لا، دي اعراض عامه، الدوخه، التعب، الاجهاد السريع، الانسان ممكن هو يبقى حاسس ان هو مش عايز يجري. طيب خليني اعرف من حضرتك، ما يتفقى بالامر ان هو ممكن يخش تبوبه. طب حضرتك قلت من الدرجه الاولى او الثانيه، يعني اذا في منه درجات، فلو حضرتك تقول لنا مثلا الدرجه الاولى تكون عامله ازاي، الدرجه الثانيه وهكذا. يعني هي التعبير ده تعبير مجازي، لكن انا بتكلم كتشبيه يعني. لكن هو اي حاجه في الدنيا بتبقى فيها درجات في حدوثها للانسان، زي نزله البرد. نزله البرد العاديه شويه تعطى عصب وزكام وكلام من ده، لكن اذا الانسان اهملها وبيبقى فيها معاها مضاعفات الحراره ونزلات شعبيه ثم او كذا كذا كذا، ممكن تنتهي بالتهاب رئوي اللي ممكن لا قدر الله يضيع على الانسان. ده مثلا تعبيرات بنسميها درجات او في الشده والحده. فانا بقول برضو انه المقصود ان احنا في هذا التوقيت من العام ان احنا نتجنب التواجد في اماكن مغلقه زي التهويه، تتجنب الحركة في الجو شديد الحرارة، وخصوصا الخروج يعني لأداء أي مشاوير، وخصوصا الفترة من الساعة 10 قبل الظهيرة لغاية الساعة مثلا 2 3 بقى قبل العصر، الثلاث أربع ساعات دول
بتبقى الشمس في حدتها وشدتها في شد ما يكون، وبالتالي لما يتعرض لها انسان او حيوان في الجو دوت بيبقى مع فقد السوائل المستمر، مع وجود الحراره العاليه، مع وجود سوء في التهويه للانسان، يبقى في مشاكل. طب حضرتك بتنصح؟ اتمنى ان الناس ان هي تتجنب الخروف في التوقيت ده، وخصوصا المسنين اللي قلنا عليهم او الناس اللي عندهم مشاكل في الاوعيه الدمويه او القلب او الكليتين. واذا كان في ضروره للخروج، ان في ناس شغلها كده، كنت لسه اقول لحضرتك كده، السواقين ايا كان، فنقول لهم يحاولوا ان هم يبقى معاهم زجاجات ميه باستمرار جنبهم، يشربوا منها على باستمرار، وقد ايه الدكتور يشرب ميه؟ بنشرب تقريبا كل ساعه كوبايه كبيره. يعني في الحاله دي انا بعوض نسبيا، وكل ساعه كوبايه دي مش 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 كميه كبيره، وكميه متوسطه، لان حضرتك تعرفي ناس كتيره جدا جدا ما بيشربوش ميه اصلا. طبعا هنا تبقى مشكله عندنا، ان دول هيبقوا مشاكلهم عنيفه من ناحيه فقدان لسيوله الدم، فقدان لوظائف الكلى، فقدان لحيويه العضلات، فقدان لحيويه المخ. يبقى ايه اللي فاضل؟ يعني مش هينفع بقى حاجه خالص بعد كده. فدايما بننصح بان يكون في شرب ميه كتير، ميه عاديه، سوائل عاديه، سوائل الفريش، البرتقال والليمون والحاجات دي، والبطيخ والكنتالوب، الحاجات دي طبيعيه مش معلبات. المشروبات الغازيه نحاول نقلل منها، لانها بتبقى فيها بتعمل عصر هضمي جديد وبتعمل مشاكل في المعويه. الاكلات الثقيله في الحر غير مطلوبه، يعني دايما كده يتعود ان احنا ناكل اثناء الحر اكلات خفيفه، اللي هي الجبن، الشوربه، العيش الخفيف، الفواكه الطازجه، والكثره من الخضروات بدون اي نوع من الدخول في مشاكل الحياه المائيه، زيت او الحاجات اللي فيها توابل او شطه او اكل دسم ايا كان. وفي نفس الوقت والدسم برضه زي الحلو الشديد، يعني حاجات حلوه جدا مسكره قوي زي الحلويات او حلويات شرقيه او خلافه، نتجنب طبعا برضه بتسبب جفاف طبعا في الحلق، وتسبب احساس بعرق شديد. كل ده مطلوب. وفي نفس الوقت احنا بننبه انه الحركه تكون اقل ما يمكن في النهار اذا كان ممكن، اذا كان ممكن الناس تقدر يعني تزق مواعيد شغلها شويه لقرب بعد العصر، يبقى افضل من هو يبقى يعمل يبقى الصبح بدري او الظهر. وفي نفس الوقت شرب السوائل زي ما اتفقنا. ولو انا لقيت ان في حد كان ماشي جنبي او قدامي وفجاه راح دايخ واقع في الارض، لازم انا بسرعه انا اسعفه ازاي بقى؟ اسعفه ازاي بان اخده في مكان يكون فيه ظل اولا، يعني مش واحد واقف في الشمس ودايخ وعمال كده يهدي من الواضح وكده وكذا، وعنده ظل كتير ورجع وانا اتصل بالاسعاف. اكيد مش هينفع الكلام ده، الاسعاف هيتصل بيها لازم انا احاول اسعف. انا كانسان انسان طبيعي في اسعافات اوليه، لان اخده في مكان يكون فيه هواء، اذا كان في الشارع في وسط الشارع مثلا اسنده واخده في مكان فيه ظل، ظل اكيد ونديله ميه طبعا، مروحه او تكييف عظيم، واسقيه اذا كان ممكن اسقيه عظيم، ما قدرتش اسقيه ان هو تايه عن الوعي، ممكن لو سقته يخش الهواء الميه بسبب صدره تعمل له التهاب او تفطسه لا قدر الله، بديله بعمل له كمالات ميه ساقعه عظيم، ميه ساقعه ميه بارده على دماغه، وننقذ الموقف، افتح هدومه او اهوي جسمه، اخليه في مكان متهوي، وفي نفس الوقت ابادر بالاتصال بالاسعاف والدكتور طبعا او المستشفى اذا كان موجود قريبا، هيبقى افضل ان هو يديله، مش موجود احنا نعمل الاسعافات الاوليه، تعويض السوائل اللي حصلت، يعني مش فيش دواء معين في الاجزخانه اخده احتياطيا عشان انا بشتغل في الشمس يا دكتور سمير، ويا ريت النبي تقول لنا عليه، او في ليا اخ موجود في كندا ممكن يجيبه لي معاه من بره. الكلام ده طبعا كلام ما ينفعش كعمل وقت. أكيد. أنا بشكر حضرتك شكرا جزيلا دكتور سمير عنتر، استشاري الحميات والأمراض المعدية ومدير حميات إمبابة الأسبق. طبعا لازم نلتزم بالروشتة اللي وضحها الدكتور، ولازم طبعا نخلي بالنا، وفعلا لو حد مريض نحاول نسعفه.